نتكلم كوره بقى شويه. ازاي ممكن لاعب بحجم وبقدرات وبامكانيات امام عاشور يكون مفيد للنادي الاهلي؟ وازاي يقدر يطور ويستغل فرصه التواجد في نادي بحجم وقيمه النادي الاهلي انه يطور من نفسه يكون واحد من اهم لاعيبه الكره في مصر في السنوات والمواسم الخمسه على الاقل تقدير اللي جاي؟ وهنا بيحضر في ذهني وفي ذاكرتي اسمين على سبيل المثال، مش الحصر يعني، لكن اسمين جم للنادي الاهلي وهم لعيبه كويسه وهم قماشه عندها من الامكانيات والقدرات والمهارات ما يكفي ان هم ينتقلوا وينضموا للقلعه الحمراء. لكن تعالوا شوفوا ازاي بداوا المشوار وازاي كانت نهايه مشوارهم داخل النادي الاهلي كاتنين من اهم اللعيبه اللي لعبت في تاريخ النادي الاهلي كله. وائل جمعه قادما من غزل المحله، خامه جيده ومبشره انتهى به المطاف ان يكون صخره دفاع منتخب مصر وصخره دفاع النادي الاهلي، واحد من اهم مدافعين القاره الافريقيه في الوقت اللي لعب فيه كوره. ابو تريكه قادما من الترسانه تقريبا مع كامل التقدير ليه طبعا، كان لاعب تقريبا مش معروف لدى معظم جماهير الكره في مصر وانتهى به المطاف لواحد من اهم النجوم اللي لعبوا للنادي الاهلي. بشوف انه امام عاشور بيبدا مشوار جديد، ازاي ممكن يكون اضافه حقيقيه للنادي الاهلي في السنوات القادمه وخصوصا في الموسم اللي جاي اللي محتاج منه قدره على التاقلم السريع جدا والدخول في الفورمه بشكل اسرع والاستفاده من مدير فني بحجم وقيمه مارسيل كولر. ومفيش اكتر من الدكتور احمد ثابت وصديقي العزيز كريم سعيد ممكن يجاوبونا على السؤال ده بالارقام وبالفنيات وبالتكتيك اللي ممكن يمثل من خلالها امام عاشور اضافه لسكواد النادي الاهلي. خليني في البدايه ارحب بضيوفي في البيت الكبير الدكتور احمد ثابت والصديق العزيز اللي يعني طال الغياب، بس اهلا وسهلا بيك دايما على شاشه الاهلي كريم سعيد. مساء الخير واهلا وسهلا بيك. مساء الخير دكتور احمد. الحمد لله تمام. مساء الخير كريم. اهلا بيك يا احمد. مساء الخير لكل متابعي قناه النادي الاهلي. انتوا جايين في ليله مميزه جدا بالنسبه لجماهير النادي الاهلي. ليله تاريخيه. بكره كرنفال واحتفال بتسلم الدرع. نعم. والنهارده احتفال بالاعلان عن اولى صفقات النادي الاهلي الصيفيه امام عاشور. صفقه دكتور احمد يعني خلينا ناخد انطباعات اول، رايكم في الصفقه ورايكم في اضافه او قيمه امام عاشور كاضافه لخط نص النادي الاهلي دكتور احمد. خليني اقول لحضرتك ان هي صفقه طبعا تاريخيه. شوف صفقه امام عاشور صفقه تاريخيه بالدليل كده بدايه كده النهارده. انت الفيديو بتاع الاعلان الرسمي بتاع امام عاشور وصل كام؟ تجاوز ال 3 مليون مشاهده في ساعتين. فيديو ده اول انتقال ميسي لبي اس جي على صفحه يعني النادي الاهلي الرسميه. انتقال ميسي لانتر ميامي الاسبوع ده في 3 ايام كان 2.5 مليون مشاهده. فانت حضرتك تخطى فعلا. انا كنت بهزر. لا في امام عاشور في ساعتين تخطى ميسي في 3 ايام في المشاهدات. ده طبعا بيدل على شعبيه النادي الاهلي طبعا. يعني ممكن حتى لو نجيب الصفحه النادي الاهلي الرسميه وقوه الصفقه برضه. وقوه الصفقه طبعا وتاثيرها وشعبيتها بالتاكيد صفقه ممتازه ممتازه ممتازه. هنتكلم كتير على الصفقه. ممكن حتى لو نبدا على طول بال طب اسمح لي اسمع راي كريم في صفقه انتقال امام عاشور. نعم. وكل ما صاحبها من مقدمات اكيد يعني شايف ازاي الصفقه. بص يا احمد طبعا اكيد امام عاشور واحد من افضل لاعبي خط الوسط في مصر حاليا. منذ حتى اعتقد اخر موسم لهم مع نادي الزمالك كان وصل لتوب فور مميز جدا جدا جدا. وقدر كمان احنا اصلا نتابع امام عاشور من ايام ما كان في نادي غزل المحله. امام عاشور اصلا كان بلاي ميكر. هو من ابناء غزل المحله يمكن. كتير من الناس ما تاخدش بالها. نعم. كان صانع العاب اصلا ولعيب مهاري للغايه. تم توظيفه في الجناح يعني هو اصلا كل ادواره هجوميه. لما راح نادي الزمالك مع تعاقب الاجهزه الفنيه وطبعا وجود اكيد طبعا اسم نادي الزمالك برضه اسم كبير وعندهم مدربين كويسين قدروا ان هم يطوروا امام عاشور في مركز 8 واضاف امام عاشور في اخر موسم له في الموسم اللي هو لما نادي الزمالك كسب النادي الاهلي وامام عاشور جاب في النادي الاهلي هدف. امام عاشور طور عنده مركز 6 يعني بدا يلعب المركزين 8 و6 بعد كده راح طبعا ميتلاند. ميتلاند طبعا اكيد نادي ميتلاند. هو لعب كمان مع كارلوس كيروش حتى لو على سبيل الاستثناء باك يمين. مش القاعده باك يمين. نعم. نعم. ولعب على 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 وينج يعني طبعا من طبعا طبعا اه يعني ساديو ماني في نهائي دوري صحيح. في نهائي امم افريقيا صحيح. بنتكلم طبعا على لعيب جوكر. واحنا طبعا النهارده ان شاء الله انا وثابت هنشرح للناس ازاي ان امام عاشور في وجهه نظرنا هو فعلا قطعه مفقوده عند مارسيل كولر. وازاي النهارده مارسيل كولر بوجود امام عاشور
يقدر يغير في طريقة اللعب والتكتيك بتاع النادي الأهلي السنة الجاية في حاجات كتيرة جدا، وحاجات كان هو يتمنى في وجهة نظري مارسيل كولر كان بيدور عليها، بس كان لسه ما عندوش القدرة إنه ينفذها. أنا في وجهة نظري وجود إمام عاشور هيخليه ينفذ حاجات كتيرة، منها الطريقة المحببة إلى قلبه هي 4-1-4-1، واللي هنشرحها باستفاضة إن شاء الله خلال الفقرة. طيب دكتور أحمد، خليني أسألك سؤال. حتى مع رحيل حمدي فتحي، واحد من أهم لاعبي خط النص في مصر، وواحد من أهم لاعبي خط النص في نادي الأهلي، وكان ليه دور كبير جدا، وقدر كمان يعني قدرنا نشوف السيزون ده مع مارسيل كولر نسخة مختلفة من حمدي، قدر يطور من أو يعيد استخدام القماشة بتاعت حمدي، وكان ليه أدوار الحقيقة لمسناها طول الموسم في ماتشات كتير جدا تحديدا هجوميا مع مارسيل كولر. لكن حتى مع رحيل حمدي، خليني أكلمك عن خط نص في أليو ديانج، في مروان عطية، في عمرو السولية، في إن شاء الله بإذن الله مع بداية الموسم الجديد أكرم توفيق، في معاهم نبيل كوكا، أحمد نبيل كوكا، أفشة، في معاهم قدوسي، أفشة جندوزي، في معاهم أفشة، محمد فخري، شكل الإضافة اللي ممكن يمثلها إمام عاشور، وإيه اللي يخدم طريقة وأسلوب وفكر مارسيل كولر بتواجد لاعب من نوعية إمام؟ خلينا نبدأ الأول عشان تحكم على أي صفقة جاية، كل دي طبعا مؤشرات. طبعا الرق النهائي بيبقى على اللاعب في الملعب طبعا في البدايه. اول حاجه عشان تقيم، في اربع حاجات لعناصر تقييم اي صفقه. العنصر الاول الفيزيكال، العنصر الفيزيكال اللي هو الجانب البدني، الجزء الثاني التكنيكال اللي هو الجانب التقني بتاعه، اللي هيفيده ايه في خطه مارسيل كولر وهو جايبه ليه وطلبه ليه، وده اللي هنشرحه دلوقتي. الحاجه الثالثه السوشيال، يعني الجانب الاجتماعي والتعامل، ممكن لعيب ما يستحملش تيشيرت النادي الاهلي او ما يستحملش الضغط الجماهيري والكلام ده، او القدره على انه تخش، هل عنده شخصيه النادي الاهلي ولا لا، النادي الاهلي الجمهور. النقطه دي في منتهى الاهميه يا دكتور احمد، لانه الجمهور ممكن ما يستوعبش فكره انه لاعب يبقى مطالب طبعاً في كل مباراه بفوز وفي كل بطوله بتشارك، مش اي لعيب يستحمل ضغط النادي الاهلي. الحاجه الثالثه برضو الجانب النفسي السايكولوجيكال، النفسي، هل هو برضو بيستحمل الضغط ولا لا، والسوشيال اللي هو الجانب الاجتماعي، طريقه التعامل مع النت والسوشيال ميديا والجماهير والحاجات دي. فالجانب دول الاربع حاجات اللي بتقيم بيهم اي صفقه جايه. او اول حاجه عشان تقيمها، تعال نخش في الجانب التقني، ايه اللي هيضيفه امام عاشور. احنا دلوقتي انا بقول ان دايما اي فريق بيقوي وسط ملعبه، سر قوه النادي الاهلي في الفترات الاخيره، في السنين الاخيره الثلاث سنين، هي قوه وسط ملعبه. كل ما بتقوي وسط ملعبك، كل ما انت بتبقى فريق بطل. النهارده احنا معانا الصوره، حتى لو عرضناها اللي حضرتك كنت بتتكلم عليها، العناصر الموجوده كلها للعيبه الموجوده في وسط الملعب. انت عندك ديانج، عندك امام عاشور، عندك مروان عطيه، الثلاثه دول اعتقد يعني ما شاء الله ما شاء الله ربنا يحفظهم، وسط ملعب قوي جدا معاهم. السوليه معاهم، قفشه معاهم، جندوزي معاهم، احمد نبيل كوكا الواعد اللي فخري. قدم، ومعاهم فخري، بس تحديدا احمد نبيل كوكا قدم مستوى ممتاز في المباراه الاخيره، وواضح ان هو لما لعب مع المنتخب جاي. فانت عندك عناصر، عناصر ممتازه كلها. عوده كريم ندفد، وعوده كريم ندفد ممكن لعيبه صفقات تانية محتملة من الأسماء المطروحة، يعني لعيبة ممكن تضيف برضو عنصر تاني. بس أنت تحديدا إمام عاشور، تعال بقى نبص على البروفايل بتاع إمام عاشور وإيه اللي هيضيفه إمام عاشور للنادي الأهلي. نستعرض الأول أرقامه، كنا عاملينها على السي جي كده، أرقام إمام عاشور في الدوري مع نادي الزمالك السنة دي. تمام، نبص هو بس هو كان إمام أفضل لعيب في نادي الزمالك السنة في الموسم ده، هو وزيزو، لغاية رحيل إمام عاشور الزمالك كان متصدر الدوري. الزمالك الكيرف بتاعه وقع، ده بيدل على اهميه لعيب زي امام عاشور. امام عاشور السنه دي لعب 15 مشاركه، نجيبها هنا بس، احرز هدفين وصنع اربع اهداف، معدل لمس الكوره بتاعه 65.9 في المباراه الواحده. في المباراه الواحده الارقام بتقول ايه؟ في 15 ماتش بس، ده هو لعب معاهم نص الدور الاول. أيوه. 15 ماتش بس جاب جونين، صنع اربع اهداف، يعني ما شاء الله ماكينه، لان هو ممتاز بالتسديدات. واحده من اهم مميزات امام عاشور التسديدات. صحيح. من بره لعيب مميز جدا، عنده رؤيه صناعه الاهداف بتاعته اربعه، اذا هو لعيب مؤثر على المستوى التهديفي. انت مش جايب لعيب ما بيجيبش جوان صناعه الاهداف بتاعته، لا، في لعيب وسط ممكن يبقى دفاعي بس، لا، ده بوكس تو بوكس. امام عاشور احسن احسن لاعب بوكس تو بوكس في مصر بلا منازع. حاليا امام عاشور افضل لاعب بوكس تو بوكس، معدل لمس الكره 66 مره، دليل ان هو مفتاح لعب ابناء الفريق. تعال بص على معدل المحاولات على المرمى 2.9، ده في مهاجم ممكن ما يعملش الرقم ده، يروح على الجون 3 محاولات في الماتش الواحد. محاولات الصحيحه مره، معدل التدخلات الدفاعيه، ممكن يقول لك طب ما بوكس تو بوكس ممكن يبقى الدور الدفاعي بتاعه قليل، ممكن يكون هجومي بس، بنشوفها كتير في بعض العناصر رقم 8. لا، امام عنده القوه البدنيه،
التدخلات الدفاعيه الانترسبشن بتاعه 1-1 في الماتش، ده رقم كويس، والتاكلنج الصحيح 2.5. نكمل المعدلات دي يعني متوسط في كل مباراه، ده في الماتش الواحد، الماتش الواحد معدل فوزه بالالتحامات الثنائيه 7، ده بياكد ان هو الكره الثانيه، بياخد الكره الثانيه من قدام، وده مناسب لاسلوب لعب مارسيل كولر في الضغط العالي من قدام، وان هو بيقطع الكوره وبيلتحم. معدل فوزه بالالتحامات الارضيه 6.1. الرقم الوحيد اللي هو حمدي بيتفوق فيه على امام التحامات الهوائيه، الالتحامات الهوائيه اللي هو معدل فوزه بالالتحامات الهوائيه 1. معدل المراوغات الناجحه اكيد طبعا امام هيتفوق على حمدي في الحته دي 1.3. فانت بروفايل امام عاشور مختلف شويه عن حمدي فتحي. امام عاشور هو حمدي فتحي لعيب مميز قوي في حته ان هو بيكمل في ظهر المهاجم، مميز في الالتحامات الهوائيه، بيجيب لك الكره الثانيه دايما. لكن امام عاشور كورته اعلى، مميز بالتسديدات اكتر، مميز على مستوى الهجوم والدفاع. امام عاشور افضل 8، هو يعني اللي انت دلوقتي مارسيل كولر كان بيلعب 4-1-4-1 طوال الموسم، كان بيبقى ديانج وحمدي فتحي والسوليه مثلا او قفشه او اي حد من الثلاثه اللي فوق، او مثلا كان بيبقى ديانج وحمدي فتحي وراهم مروان عطيه. فكان بتحس ان في واحد في مركز 8 لا محتاج واحد كورته تبقى افضل شويه، يعني من الجانب التقني اعلى شويه، ادواره الهجومية الهجوميه افضل. تعال نبص بقى على المراكز اللي بيلعب فيها اللي كريم اتكلم عليها. يعني خليني اقول، لو وظفت امام بالادوار الهجوميه اللي كان بيلعبها حمدي وحاليا بيحاول مستر كولر، احساسي يعني او رؤيتي انه بيحاول يخلي ديانج يقوم بيها في الماتشات الاخيره، شايف امام هو افضل لاعب في خط النص. امام في الحته دي هيبقى ليه؟ لان هو دايما بيعمل تجمع ناحيه، بيعمل ايه؟ زياده تفوق عددي، بنسميه تفوق عددي، الثلاث لعيبه ناحيه الشمال مثلا علي معلول وامام عاشور وحسين الشحات، تخيل جابها فيها علي معلول وامام عاشور وحسين الشحات، الجبهه دي هتبقى جبهه ناريه. هو دايما، هو ليه امام عاشور تحديدا؟ امام عاشور مميز بالتحرك بدون كوره، ومارسيل كولر عنده حته فكره الرجل الثالث، ان انا دايما اللعيب الثالث اللي هم الثلاثه اللي في وسط الملعب بيكمل جوه المنطقه زي ما حمدي فتحي كان بيعمل، وزي ما ديانج الماتش اللي فات لما كوكا لعبها له، وحمدي ديانج جاي منين؟ جاي من ورا. تعال نتفرج برضو على بروفايل امام عاشور في الانديه اللي لعب فيها وارقامه في الانديه والمراكز اللي لعب فيها. طب خلينا نروح لكريم بس في جزئيه انه خط نص النادي الاهلي عليه عبء كبير جدا، او مش خط نص بس يا كريم، هو السكواد الاهلي كله، بالنظر لطبيعه المنافسه والبطولات اللي الاهلي هياخدها الموسم اللي جاي، في ناس كتير ممكن تقول لك هو الاهلي لسه محتاج يدعم خط نصه، هو الاهلي لسه محتاج يدعم سكواد فريق باكتساح خد كل البطولات اللي شارك فيها بما فيهم دوري ابطال افريقيا، موسم جاي عندك بطولتين في منتهى الليفل المنافسه فيهم قوي جدا زي الدوري الافريقي اللي هو كان سوبر ليج، زي بطوله كاس عالم الانديه في اخر ظهور ليها في نسختها الحاليه. شكل التدعيم اللي الاهلي بينتظره وحجم الاضافه اللي ممكن يمثلها امام عاشور من وجهه نظرك في الموسم اللي جاي. طيب شوف، بص يا احمد، خلينا نتفق ان اي مدير فني جديد بيمسك فريق بيبقى هو اصلا عنده قناعات وعنده تطلعات. بيخش النادي بيشوف ايه الادوات المتاحه ويبدا يقيفها على قناعاته، وبيقول لنفسه دلوقتي الادوات اللي عندي دي تخليني انفذ مثلا يعني 60% من قناعاتي، لان استحاله مدير فني جديد بيخش نادي بيلاقي 100% من اللي هو من ادوات، مستحيل ده مستحيل. بيفضل يشتغل على مدار سنه، او خليني اقول انا احساسي برضو كريم ان كولر قدر يقرا قماشه اللعيبه اللي معاه ويوظف جزء كبير جدا منها طبقا للي هو عايز يعمله او يطبقه مع نادي الاهلي. ما احنا خلينا بقى ايه نبص على، شفنا لعيبه كتير قوي السنه دي بتقدم مردود ومشيتها كويسه ومفيش اختلاف على امكانياتها، لكن شفنا مردودها في الملعب صحيح مختلف جدا مع مارسيل كولر. صحيح، بس خلينا نبص على التجربه من بدايتها ونشوف ازاي هو وصل امام عاشور، في وجهه نظري ازاي وصل امام عاشور. هو منذ البدايه مارسيل كولر اتفرج على ماتشات الاهلي السنه اللي فاتت، اتفرج كتير قوي، وبدا يعرف ان الفريق ده بيلعب ب 4-2-3-1 او 4-3-3، دول الطريقتين اللي احنا بنلعب بيهم. قلما ما بنلعب 4-1-4-1 لان ادواتها مش كامله. هو بدا ينفذ بعض من افكاره في الاول خالص بطريقه فجه جدا وبطريقه واضحه، وهنفذ قناعاتي. بدا يعني عارف زي السفينه اللي نزلت البحر وعماله تضرب كل يعني من وقت للاخر بشويه امواج، لغايه لما جت الموجه العاليه بتاعه ماتش سان داونز، ومن ساعتها بدا كولر يعني ايه يطوع افكاره لصالح النادي الاهلي. بص بقى كده، من ساعه موجه سان داونز العاليه دي لغايه النهارده
مارسيل كولر بدا يوظف اللعيبه بما يناسب اللعيبه اكتر من قناعاته. تعال نبص بقى لاختياراته للصفقات بدايه من شهر يناير ونمشي لغايه دلوقتي. مروان عطيه يعني اساسي 4-1-4-1، خالد عبد الفتاح مناسب له، كريستو مناسب له. هو بدا يوظف اللعيبه اللي بتخش بما يناسب بقى حلمه الشخصي اللي هو عايز يحققه. وما احلى من النادي الاهلي لتنفيذ احلامك طبعا. النادي الاهلي عنده كل الادوات وعنده كل الامكانيات يحلم زي ما انت عايز. اهم حاجه ان احنا نتفق على خطه عمل لغايه لما وصلنا لحلقه امام عاشور. امام عاشور في وجهه نظري واحد من اهم الصفقات اللي هتفيد مارسيل كولر. ليه بقى؟ لان مارسيل كولر بقى تعال نطبق اللي هو اوريدي بيعمله. هو بيلعب 4-1-4-1 في احيان كتير، وشفنا ازاي حول حمدي فتحي في بعض الاحيان يلعب مهاجم تاني. مزبوطة. اهم حاجه يلعب بالراس. شفناه في ماتش نادي الزمالك لما عمل الاسيست الكهرباء، شفناه لما جاب هدف الانتصار قدام نادي بيراميدز، شفنا في الرجاء برافو عليه لما كمل بالظبط ورا خط الدفاع وكسر المسات التسلل وجاب الهدف التاني في الرجاء هنا في مصر. فانت بتتكلم اصلا حمدي فتحي اصلا مش 8، حمدي فتحي 9 من 10 6 مظبوط. لما نحوله ل 8 هنقلل شويه، ممكن يروح ل7 ويروح 6.5. امام عاشور اصلا لعيب مهاري، وبنتكلم لعيب كمان بيلعب رجليه الاثنين لحد ما بنفس المهاره، لعيب سكيلر. امام عاشور بيرقص في مواقف واحد على واحد، يقدر 1 تو 1 يعدي. برافو عليه. وده كان سبب حتى توظيفه جناح. امام عاشور بعض الاحيان كان بيلعب اي مدير فني بيحطه جناح ليه؟ لانه عايز يخلق له مواقف واحد على واحد. امام عاشور الورك ريت بتاعه بيجري هاي. يعني ايه ورك ريت؟ يعني هو بيعمل ايه والكره مش في رجله، بيتحرك ما بيتمشاش. فتخيل لما تحط مروان عطيه اللي الورك ريت بتاعه عالي جدا كثنائيه مع امام عاشور ووراهم اليو ديانج، وضعا في الاعتبار ان احنا بنتكلم. لا لا انا هقف مع الحته دي معلش، هخليك تكمل، هديك المجال تكمل. بس وانا لو بتكلم مثلا يعني انه اليو ديانج، مروان عطيه، امام عاشور، هم ثلاثي خط نص الملعب، ازاي توظفوه؟ انا هحط طبعا اليو ديانج متاخر. هو اللي ستة لان مروان وامام عاشور هيدوك انطلاقه شديده جدا. وضعا في الاعتبار كنت عايز اقولها لك ان انت بتتكلم على مدير فني لا يؤمن بمركز ناقه اللعب، ما عندوش رقم 10 ده. انا ما بحبوش، انا بحب اللعيب اللي بيديني دفاعيا وهجوميا وبيقدر ان هو في يعني عايزك تجري طول 90 دقيقة وتعمل كل ولا مركزية. الألعاب لا مركزية، ولو تعرف تطلع نار من بقك طلع نار من بقك. بالظبط بالظبط بالظبط. أنا في وجهة نظري بصراحة إمام عاشور فعلا دكتور أحمد تتفق مع أنا مروان، أنا شايف مروان عطية في الستة والاثنين اللي بيكملوا يبقى ديانج ناحية اليمين وإمام عاشور ناحية الشمال. أعتقد إن ده هنشوفها السنة الجاية. هي حيرة لطيفة هيلعبها كل الجمهور، يعني هيلعب كل لو سألت 10 من جماهير النادي الأهلي رتب لي الثلاثة مفيش هيبقى في حلول برضه، يعني هيبقى في حلول كتير. يعني هو واضح إن هو كمان بيدور إن كوكا يحل محل مروان عطية، يحاول إن هو يبقى بديل لإمام عاشور مثلا مع السولية في مكان 8، ديانج يبقى ناحية اليمين ويخش مع قفشة او جندوزي. فانت وعندك السوليه طبعا، عندك لسه اكرم حلول كتير، ولسه اكرم توفيق واحد من الحلول المهمه جدا اللي هو لو دخل وسط أكرم الملعب قلب الاسد يعني لو دخل وسط الملعب اعتقد هيديك حل مهم. بس نرجع برضو لامام عاشور في حاجه، انت جايب لعيب دي اولا الخريطه الحراريه بتاعته مع نادي الزمالك الموسم ده، دليل ان هو بص حضرتك بيتحرك دايما اكتر الحمار رايح ناحيه الشمال. لما يروح هيبقى جابها مع معلول وحسين الشحات ناحيه الشمال، ده دليل ان هو بيتحرك ناحيه الشمال اكتر. لعيب كمان لعيب منتخبات، لعيب دولي، لعيب دولي يعني ايه؟ انت جاي اولمبي بطوله افريقيا، منتخب اولمبي ولعب اولمبيات ومنتخب مصر، منتخب يعني مصر لعيب يقدر يستحمل الضغوط. تعال بص على ارقامه في كل الدوريات اللي لعب فيها، مثلا في الدوري المصري لعب 108 مباراه، دوري ابطال افريقيا لعب برضه 12، وكاس مصر ودي البطولات مع ميتلاند. عجبني ارقامك الباقية يا دكتور احمد، الارقام ما بتكذبش. صحيح يعني الارقام بتقول مثلا ان امام عاشور بيقول ايه؟ ان هو 142 ماتش جاب 21 جول تمام، وصنع 12 هداف، ده دليل لعيب خط وسط كويس. بص بقى على الديت كمان، لعيب جوكر بيلعب في اماكن كتير جدا. اكتر مركز لعب فيه اللي هو السي ام اللي هو ايه، مركز 8 ارتكاز المهاجم، يعني 75 مباراه جاب فيه 14 جون وصنع 9. الديفنسيف ميدفيلد اللي هو 6 زي ما كريم كان بيقول، اللي هو ممكن يلعب في مركز 6 برضه، لعب 9 ماتشات فيه لما تحتاجه لما تحتاجه وارد تحتاجه صح.
خاصة لو انت لا قدر الله متأخر في النتيجة ممكن لعيب زي امام يرجع عشان تبدأ ان انت تنزل لعيب عنده نزعة هجومية قدام فتستخدمه ستة. لعب ليفت ميدفيلد اللي هو رقم برضو 8 بس ناحية الشمال 8 ماتشات. اتاكينج ميدفيلد صانع العاب لعب 8 ماتشات. رايت ميدفيلد اللي هو برضو ارتكاز ناحية اليمين 7 ماتشات. الوينج الجناح الشمال لعب 4 ماتشات لان كان بدايته اصلا جناح، وبعد كده جناح يمين ماتش، وبعد كده لعب باك يمين اللي هو كان في ماتش كاس الامم الافريقيه قدام السنغال لعب مباراه. فارقامه برضو كل، هل هو نجح في كل الانديه اللي لعب فيها ولا لا؟ أيوه. نجح في الزمالك، نجح في حرس الحدود، نجح في ميتلاند. طيب. فانت جايب لعيب نجح في كل التجارب اللي صحيح. لعب فيها. طيب خليني هتفق معاك يا كريم. بص حضرتك واعتقد دكتور دي الصوره اللي حضرتك كنت بتتكلم طبعا فيها. الصوره دي مهمه جدا. ده بنتكلم في من يناير للنهارده 6 شهور وسط ملعب النادي الاهلي السنه الجايه حقيقي حققوا انجازات كبيره. يعني ومن بدايه الموسم حتى بالسوبر اللي حققناه على حساب الزمالك بدايه كانت موفقه جدا لمارسيل كولر. وزيد عليهم طبعا امام اعتقد اضافه قويه جدا. لكن خليني ارجع واسال واحد زي ما كنت بقول في البدايه انه في لعيبه جت الاهلي نجوم ايوه ومع الاهلي بقوا اساطير. صحيح صح؟ صحيح. وخليني اقول كمان انه فرصه كبيره انك مش بس بتلعب في الاهلي لكن بتلعب مع مدير فني اسمه مارسيل كولر عنده يعني حرفنه انه يشوف القماشه ويعيد توظيفها ويقدم لك فيرجن نسخه جديده تكسر الدنيا. نعم. شفت ده مع كريم فؤاد قبل يعني ما الاصابه تحصل وكان نعم. كريم فؤاد مكسر الدنيا. صحيح. شفت ده مع محمد هاني، شفت ده مع فرسيتاو، شفت ده مع محمد الشحات، مع حسين الشحات، شفت ده مع كهربا اللي جاي من بعيد جدا، وحمدي فتحي طبعا. وحمدي فتحي طبعا. فازاي امام شخصيا يستفيد نعم. من واحد تواجد في نادي الاهلي لعب على سكيل مختلف تماما نعم. مع كامل احترامي لتجربته في الزمالك، مع كامل احترامي لاحترافه في الدنمارك، لكن الاهلي غير وضع بطولات ومنافسات غير نعم. وازاي امام يستفيد من مارسيل كولر المدير الفني للنادي الاهلي؟ طيب سؤالك يعني سؤالك بقى سؤال اللي هو اللي بيخش ايه في المناطق اللي في وجهه نظري الجمهور عايز يسمع اجابه عليها وعايزين احنا بصراحه برضو نتكلم فيها. سؤالي شقين، الشق بتاع امام عاشور نفسه كلاعب وشخصيا، وامام عاشور ربما من حوالي سنه او سنتين كان لاعب عنده بعض المشاكل وكان عنده بعض الازمات داخل الملاعب. بعديها بفتره بدانا نحس ان امام عاشور من ساعه ما بدا يلتزم مع منتخب مصر بدا يتغير وبدا عقليته تنضج وبدا تصرفاته مختلفه. حتى بعد مشكلته مع كابتن وليد سليمان، مشكلته مع النادي الاهلي، قدم اعتذارات رسميه وانتهى الموضوع في البرامج التلفزيونيه وبدا يفتح صفحه جديده مع الكل ومشاهده ومع نفسه قبل الكل كله ومشاهده في الملعب بتؤكد ان عقليته عليت. هاخد حته من الاله ثابت الدور الاول، هو لعب الدور الاول مع نادي الزمالك بس امام عاشور السنه اللي فاتت فنيا كان احسن من السنه دي، ارقامه طبعا اعلى بكتير. السنه دي لما لعب ضد النادي الاهلي في كوره مشتركه مع حسين الشحات، هو اللي عمل التاكلينج، هو اللي عمل التاكلينج على حسين الشحات، كره شهيره اعتقد يعني جمهور السوشيال ميديا عارفها، عمل تاكلينج على حسين الشحات وحسين هو فعلا وقع وهو خد الكوره وهيعمل هجمه مرتده نادي الزمالك، امام راح واقف وطلع الكوره بره رغم ان يعني بعض من زملائه كانوا بيطالبون هو يكمل يلعب. فده يبين لك ان العقليه بتاعت امام مختلفه والجزء ده مهم جدا 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 يا احمد في تطور اللاعب للنقطه اللي بتقول عليها. أيه. انا النهارده دخلت النادي الاهلي ومدام النادي الاهلي حط عينه عليك يبقى هو شايف فيك حاجات كويسه. لما انت بتخش طبعا النادي الاهلي دايما احنا بنقول طول عمرنا اللي بيخش النادي الاهلي كده بتنزل عليه اشعه سينيه بيختلف. حتى شفنا من زمان باللاعب خارج النادي الاهلي بيبقى له بعض التصرفات بيخش عتبه. طب انا اقول لك حاجه يا كريم، معلش هطلع بره نطاق الرياضه شويه. ايوه طبعا. هو نفسها يعني نفس القصه بالظبط مع الكاليبر المصري. نعم. لما تحطه في منظومه عمل برافو عليك فيها نظام مؤسسي وفيها التزام وفيها ثواب وفيها عقاب نعم في كل مش بس في مصر ايوه
في حتى في الدول اللي بيقولوا عليها الدول المتقدمه. نعم صحيح. هتلاقي المصري صحيح صح بيتحرك يعني بشكل يبهرك. عايز اللي يواجهه. هو عايز اللي يواجهه، عايز اللي يحطه في المنظومه، مش عايز يتساب لوحده. وعايز يتواجه. وانا في وجهه نظري انت قلت كلمه كويسه جدا، ان من حسن حظ امام عاشور انه جاي برده مع مارسيل كولر. واحنا بكل امانه بكل امانه، واحنا حتى بنقيم كده المدربين اللي جم على تاريخ النادي الاهلي يا احمد، انا في وجهه نظري مارسيل كولر بيتحط اسمه في الوقت الحالي جنب اسمين، مانويل جوزيه وهيديكوتي في السبعينات. هيديكوتي في السبعينات ومانويل جوزيه. ليه قلت الاسمين دول؟ ان الاسمين دول اللي خدوا النادي الاهلي من حقبه تكتيكيه لحقبه ثانيه. هيديكوتي طبعا يعني عصر هيديكوتي يحكوا عن هيديكوتي، واحنا جيلنا عصر جوزيه، وجوزيه خد النادي الاهلي والكره المصريه بكل امانه فنيا من حته لحته. مارسيل كولر بيعمل ده معانا دلوقتي. ما كنتش متوقع حقيقه ان مدرب سويسري يجي يعمل البوم ده بعد ريني فايلر. يعني سويسرا في الكوره ما هياش تريد مارك. نعم. ما هياش لما تجيب بس عندهم مدربين كويسين. انا فاهم فاهم. عندهم بس كمان اللي هو كان ماسك بازل. وعندهم كريستيان جروس اعتقد برضه عمل كريستيان جروس. عندهم مدربين كويسين. لكن فايلر جه عمل حاله عند المونا دي، وحتى بعد رحيله عمل نفس الحاله، والناس كانت بتتمنى انه في يوم من الايام ممكن فايلر يرجع. كان صعب انه بسرعه كده، احنا بنتكلم ايه ثلاث مواسم على رحيل فايلر، كان صعب جدا تتوقع ان في، وحتى كولر نفسه تهاجم بشكل كبير، واداره النادي الاهلي تهاجمت على التعاقد مع كولر وقال لك جايب مدرب قاعد في بيته وبقى له مش عارف كام وسنه كبير والكوره عنده خلصت. ورغم كده الحقيقه الراجل قدم موسم ولا اروع. فاعتقد انه كمان كولر يعتبر واحد من اهم الصفقات اللي عملها الاهلي الموسم ده. طبعا كولر هو نجم الموسم. اهم صفقه النادي الاهلي جابها، عمل طفره في حاجات كتير قوي. يعني لو قعدنا نتكلم عليه، ده اول حاجه تعالى نبص مثلا على ارقامه وانجازاته. اولا هو لعب مثلا مع النادي الاهلي 55 ماتش، كسب 42، اتعادل 9، خسر 4 ماتشات بس. ده مارسيل كولر نسبه فوزه 76%. 76% اثنين في دوري الابطال خارج الارض، الخساره من الهلال في كاس العالم وصن داونز وريال مدريد وفلامينجو. اربع ماتشات، والاثنين اللي خسرناهم في دوري الابطال في دور المجموعات، والاثنين كانوا بره الارض. بره الارض، والاثنين كانوا بعد كاس العالم للانديه. راجل جايب 106 هدف، لعيبه النادي الاهلي مسجلين مع مارسيل كولر 106 هدف. لو استعرضنا حتى ارقامه 106 هدف في 55 ماتش، رقم كبير. اعتقد ان مفيش مدير فني جه في الفتره دي قدر ان هو يعدي ال 100 هدف. كان بيدور على مهاجم وكمان ايه، احنا كنا بنعد الثلاثيات. 14 ثلاثيه لمارسيل كولر. بدانا نعد الرباعيات، حتى الكبار لم يسلموا من ثلاثيات كولر. بدانا الثلاثيات دي مش على فرق لا ده فيها انديه كبيره، بيراميدز والزمالك فيها انديه كتير. والرباعيه برده، ما هو الزمالك اخد رباعيه برده، فاز بالرباعيه دي، فاز بالرباعيه 4. يعني بص ارقامه، البطولات 5 بطولات، عدد اللاعبين المشاركين معاه اللي استخدمهم 34 لعيب. يعني دليل ان هو ايه بيدور. طب هل الارقام مثلا، خلاص الارقام بتقول ان الراجل ده نجح بنسبه 100% واكتر من المتوقع كمان، جاب بطولات، ما خسرش، عمل كل حاجه تقريبا في الموسم. شكله ومظهره الطيب ده كان خادع في بدايه الموسم. في بدايه الموسم بس هو بص حضرتك، منظومه النادي الاهلي بتنجح اي حد. صحيح. بس مارسيل كولر عنده السمات الشخصيه اللي تشتغل في منظومه ناجحه زي النادي الاهلي تنجح معاه. كريم خليني اقف مع الجزئيه دي، لانه نجاح كولر في اول موسم، خد بالك انت كنت بتقارنه بهيديكوتي وجوزيه. وتعالى افكرك كده ببدايات جوزيه، ما كانتش بنفس الانطلاقه، ما كانتش بنفس القوه او الزخم او فكره. سيبك من نجاحات، لكن فكرتك انت تقنع جمهور بحجم جماهير النادي الاهلي انك انت تريد مارك. انت من اول موسم العلامه الكامله. مش بس نجاحات وبطولات وارقام، لكن كمان في كل حاجه الاداء. والاداء بالنسبه لجمهور النادي الاهلي، ما تدينيش بطولات وتعكنن عليا كوره، لا انا عايز استمتع كوره وعايز فرقه واقفه على رجليها طول الموسم. وكولر عمل ده. السؤال هنا، ده رفع سقف التحديات بالنسبه لكولر الموسم الجاي؟ ده بيخلي انه التجربه عشان تستمر كولر ممكن يكون محتاج حاجات ما لقاهاش الموسم ده. ده في وجهه نظري النقطه المهمه اللي احنا بنينا عليها الجزء الاول من الفقره. الجزء الثاني، احنا رايحين لفين؟ وانا في وجهه نظري خطه العمل اللي عملها الجهاز الفني بقياده كولر مع اداره النادي الاهلي بقياده الكابتن محمود الخطيب،
ليها خطه يعني طويله الاجل، وهي الهدف الاسمى في وجهه نظري اللي هو مونديال 2025 بنسخته الجديده 32 فريق، وعندنا خطه قريبه اللي هو مونديال 23 اللي هو النسخه الاخيره من مونديال السبع انديه اللي ان شاء الله يكون في المملكه. فانا في وجهه نظري ان كولر بدا يبني، في وجهه نظري بدا يبني الفريق اللي رايح 25. الله اكبر عليك. اللي رايح 25 بدا يبنيه من دلوقتي. ايوه. وبيسد كل الثغرات بتاعته، والفريق اللي ممكن يحقق حاجه جديده بقى من نوعها في 23 ولا في حاله واحده. ايوه في حاله واحده. ان القرعه تخدمنا تبعدنا عن وتبعدنا عن مانشستر سيتي. صح. لو القرعه ان شاء الله باذن السيتي بس اللي انت قلقان منه. بص يا احمد عشان نجيب كام الاخر. ايوه. نبقى واضحين قدام الساده المشاهدين. اي قرعه انا بعد الاهلي السيتي، خد بالك انا بعد الاهلي السيتي على طول بقول لك اهو. اي قرعه خدناها في حياتنا. ايوه ان شاء الله يا رب قدام بايرن ميونخ نفسه. احنا لعبنا نسخه مرعبه. أيوه. من بايرن ميونخ. ايوه كان عندنا مساحه مع بايرن ميونخ. تصدق وتامن بالله. لا لا منتهى الصراحه. حتى واحنا بنقابل السيتي انا متاكد ان جماهير نادي الاهلي بتقول لك بينها وبين نفسك وليه لا نكسب السيتي بس جوارديولا. لا 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 دي صعبه. شوف قدام بايرن ميونخ وثابت يفتكر حلقه نقاط ضعف وقوه بايرن ميونخ هنا في قناه النادي الاهلي. والله 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 في حتى اقول لك ايه نص في المية. أيه. لا سيتي لا سيتي انا فوجئت ريال مدريد برضه. وريال مدريد. لا وريال مدريد كان احنا لعبنا احنا لعبنا ماتش ريال مدريد كبير قوي قدام ريال. يعني اقول لك ايه معلش لو كان معانا فينيشر في الماتش ده كنا فعلا فعلا ضايقنا الريال. أيه. وكنا ممكن نعمل مفاجاه. وبعدين خد بالك ان المشوار كان مرهق جدا 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 على الاهلي بعكس الريال. طبعا. انت لاعب قبل ماتش الريال ماتشين في منتهى القوه. صح. وعملت فيهم عروض ونتائج هايله جدا. بص الاهلي مخلينا بالله عليك بص الاهلي مخلينا دلوقتي قاعدين بنتكلم في ان احنا عايزين ناخد ميداليه. بجد والله يعني بص النادي الاهلي عظيم ازاي. الجيل المظلوم ده المظلوم جماهيريا يعني انا هتكلم بصراحه الجيل المظلوم جماهيريا ده. نعم. حقق الفوز على بالميراس. نعم. وعلى مونتري وعلى الهلال وعلى الدحيل. نعم. وعلى سياتل ساوندرز. نعم. وعلى اوكلاند سيتي. طيب. زمان لما ما كانش فيه كاس عالم كان في حاجه اسمها افرو اسيويه. كان اقصى انجاز انك تبقى بطل افريقيا واسيا. نعم. النهارده الاهلي بيكسب ابطال كل قارات العالم باستثناء بطل اوروبا. صحيح. فبالتالي طبيعي جدا ان الجيل اللي موجود النهارده يقول لك وايه يعني ما احنا كنا قريبين من الريال ولعبنا جيم كبير قدام البايرن وكسبنا كل ابطال القارات فايه المانع ان انا احلم يا اخي سيبني احلم باتليست نهائي بطوله كاس عالم انديه. وعايز اقول لك حاجه برده وثابت يخش معانا في الحته دي ان انت وصولا ل 2025 عندك عدد من البطولات اللي هتبدا في وجهه نظري. أي. هي بمثابه بقى التجربه زي مثلا السوبر الافريقي الجديد. احنا النسخه الاولى بصراحه. أي. لو اتلعبت بنظام النوك اوت دور 8 سيمي فاينل فاينل فالدنيا بسيطه. بس انت عايز تخلق فريق مشابه لفرقه جوزيه 2005 اللي راحت لعبت النجم الساحلي في الفاينل والنجم الساحلي لعب قدامنا زون ديفنسيف سوسا 90 دقيقه. انا فاكر مباراه الذهاب 0-0 النجم الساحلي بيلعب قدام مانويل جوزيه فرقه مانويل جوزيه زون ديفنس ما عملوش ولا هجمه لمده 90 دقيقه امتى فاينل افريقيا. فانت عايز تقعد تبني الفريق وتحقق نجاحات لغايه ان شاء الله ما توصل لمونديال 2025. شايف الموسم اللي جاي ازاي يا دكتور احمد وايه اللي محتاجه الاهلي عشان يقدر يخوض واحد من اصعب المواسم واقواها مع مارسيل كولر؟ دايما الموسم الثاني لاي مدرب بيبقى اصعب من الموسم الاولاني. عشان كده الموسم الثاني لمارسيل كولر حقق طفره وعمل حاجات كويسه وطبعا حقق كل البطولات يعني بس الموسم الثاني بيبقى اصعب. ايه اللي ناقص النادي الاهلي او ايه المراكز اللي محتاجه تدعيم؟ اعتقد النادي الاهلي طبعا لازم رقم واحد راس حربه. لازم راس حربه اجنبي يكون هداف يعني يكون مختلف عن نوعيه رقم تسعه يكون رقم تسعه مختلف عن نوعيه كهربا وشريفي. رقم تسعه مميز بالالتحامات الهوائيه كلاسيكي كلاسيكي او بيكون مميز في العاب الهواء تحديدا لاننا بنفتقد الحته دي بنفتقد المهاجم اللي بيجيب بضربات الراس دي. رقم واحد. رقم اثنين احنا جبنا مركز ثمانيه بس اعتقد ان انت محتاج واحد كمان في وسط الملعب يكون مميز بالالتحامات الهوائيه. ليه؟ لان انت عندك مروان عطيه عندك امام عاشور عندك ديانج محتاج واحد معاهم وعندك برضو قفشه وعندك السوليه محتاج واحد كمان معاهم يكون مميز بحته الالتحامات الهوائيه النقطه اللي فقدها برضو حمدي فتحي دي من وجهه نظر. بعد كده برضو محتاج جناح بشوف ان انت كل ما تقوي اجنحتك تكون حاجه عندك مميزه عندك حلول عندك حلول اكتر على الجناح وطبعا بديل لعلي معلول مهم جدا جدا جدا
سواء بقى اعاده مثلا محمد شكري. سواء ان انت فكرت في حل مثلا ان انت تجيب محترف اجنبي تحت السن. دي برضو ممكن تحط ان انت عندك مثلا كريستو تحت السن. لسه عندك صفقه كمان تحت السن ممكن تستغل ان انت تجيب بديل لمعلول. امكانيه برضو ان المدافع، هل ممكن ترجع واحد زي مغربي؟ اعتقد ان مغربي برضو عودته لما لعب مع المنتخب الاولمبي قدر ان هو يقدم لك حل في مركز المساك، او لو المدرب مثلا محتاج مساك تاني ممكن تجيب مساك تاني، سواء بقى اي حد من الدوري المصري يعني. نتمنى التوفيق يوم من الايام المنتظره اولا، السعيده ثانيا. مبروك على جماهير النادي الاهلي، صفقه من العار الثقيل، وان شاء الله باذن الله تكون بدايه مشوار لامام، اللي ما عنديش ادنى شك انه امام بالفانيله الحمراء غير، وامام ان شاء الله مع الاهلي قادر يكون في حته ثانيه خالص. بشكر ضيوفي دكتور احمد ثابت والصديق العزيز كريم سعيد على وجودهم معايا النهارده في البيت الكبير. احب اطمنكم على كابتن اسلام، وان شاء الله باذن الله يبقى موجود معاكم في الحلقات اللي جايه من البيت الكبير. بشكركم جدا على متابعه النهارده، ومبروك عليكم الدوري. بكره كرنفال وبكره احتفال، ومبروك عليكم اولى صفقات الموسم الجديد، امام عاشور اهلاوي. تحياتي ليكم.